أهلا بكم من جديد. إذا كان قيام أي مغني بتقديم حفلة عبر الإنترنت في زمن كورونا هو حدث معتاد ويلقى ترحيبا من جمهوره، فإن قيام محمد منير بنفس الفعل هو حدث مختلف. الاختلاف سواء بسبب إنها كانت أول حفل بعد عودته من ظروف مرضية وإجراء جراحة دقيقة بالعظام، أو أيضا بسبب الجدل الواسع الذي شهدته مواقع التواصل حول الربط بين الفن وبين المواقف السياسية. الحفل الذي حظى بنحو نصف مليون مشاهدة حتى الآن، قدم فيه منير المطربات نوران أبو طالب ودين الوديدي والفنان أحمد زيزو، واستضاف منير الحفل في منزله بالقاهرة. وانضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الصحفي المتخصص بالشأن الثقافي والفني آدم ياسين. أهلا بك معايا يا آدم، ويعني خلينا نبدأ أهلا من بنات سلمى. أهلا يا آدم خلينا نبدأ من الناحية الفنية. الحقيقة الحفل حصل حواليه ضجة كبيرة جدا، إن هو واحد من أكبر وأفضل الحفلات اللي عملها منير، رغم إن هو موجود على الإنترنت من جوه بيته، لكن كان واحد من أفضل الحفلات اللي عملها في الفترة الأخيرة. إيه رأيك؟ الحقيقة إن منير مؤخرا في حفلات كتير كان يبدو إن الضعف والمشاكل الصحية اللي ألمت بيه تتابع لفترة طويلة جدا. يعني أنا أسمع عن المشاكل دي من بداية الألفينات، أثرت على صوته وأدائه، فكان أداؤه في حفلات كتير محل انتقاد مؤخرا، من عدم حفظه الكلمات الثاني، ربما المجهود اللي بيصحو غناؤه، لأن منير مش مغني استاتيكي ثابت، لا، مغني دايناميك تمايل وتراقص مع أغانيه، فده بيتطلب منه جهد، فواضح ده كان بيأثر على صوته. الحفلة دي كان مستريح، هما اللي حضروا حفلته في مهرجان الموسيقى العربية اللي أقيم من فترة، لأنه كان قاعد فيها من كبرى، أظن منير كان بقاله فترة طويلة قوي ما غناش في قاعة مغلقة زي الأوبرا، عادة بيغني في ساحات مفتوحة. يعني أشادوا بنفس الموضوع ولفت انتباههم فكرة الصوت، منير كان مستريح، كانش فيه الهنات الصوتية للآلام أو لقيامه بمجهود على خشبة المسرح، فده وكمان اختيار الأغاني. من المعلوم إن محبي منير بيقسم إنتاج منير الغنائي إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي كان فيها هاني شنودة وأحمد منيب وعبد الرحيم منصور ويحيى خليل وكده، ثم المراحل الثانية اللي شارك فيها كوثر مصطفى ووجيه عزيز، ثم المراحل الأخيرة اللي هي كتير من الناس من محبي منير ينتقدوه فيها أو بيروا إن هو حاد عن أسلوبه ومشروعه الغنائي. يعني هنا هو منير كان ذكي جدا، كان بيذكر الناس بمحمد منير القديم بمرحلته الأولى والثانية، بالمرحلة اللي صنع فيها اسمه ولونه والبراند بتاعه وشكله المميز ومشروعه الغنائي المختلف. يعني وعشان كده الحفلة كانت أحيت مشاعر طب خلينا نوستالجية كده نحكي على جدا. النقطة دي تحديدا يا آدم، لأن متهيألي النقطة دي من ضمن النقاط المهمة اللي ثار لأجلها جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي امبارح. الحقيقة الحفلة برضو زي ما ناس كتير أشادت بيها، حتى ناس عندها موقف كبير من منير نظرا لمواقفه السياسية، لكن كان في برضو جدل. الحالة كلها أثارت جدل، هل خاصة علاقة منير بالسلطة، هل المفروض ان الفن ان الفن والفنانين ان احنا نفصل ما بين فنهم وما بين علاقتهم بالسلطه او موقفهم السياسيه او موقفهم الشخصيه، ولا لا ان ده لا يتجزأ من ده؟ والجدل ده دايما داير، يعني حتى في قضيه شخصيه زي قضيه احمد عز وزينه مثلا الجدل ده كان موجود برضو وفي ناس واخده موقف منه. فانت شايف الجدل ده كله شكله ايه؟ يعني احنا في مصر تحديدا، يعني الحكام دايما واعيين جيدا، نظام الحكم يعني من الملكيه حتى وقتنا هذا واعي جيدا لاهميه الفن عموما، سواء الفن ده غناء او سينما. واحنا بنتكلم على عبد الوهاب لما غنى الفن الملك فاروق، بنتكلم على ام كلثوم اللي غنت اغاني كتيره قوي الملك فاروق، بنتكلم على اسمهان كذلك، ثم طبعا العهد الناصري، يعني حدث ولا حرج. العهد الناصري هو عهد البروباجندا بامتياز، يعني صحيح كان فيه انتاج اغاني عظيم جدا كل مراحل، بس في الاخر هي تنتمي يعني لتصنيف البروباجندا الدعايه.
إهنا أبينا وطني حبيبي الوطن الأكبر، صورة لعبد الحليم حافظ، أغاني قلنا بنينا وحنبني السد العالي، أوبريت أنا الشعب، أغنية أنا الشعب لأم كلثوم. يعني طبعا صعب جدا حصر المنتوج الغنائي في عصر عبد الناصر اللي هو مرتبط بالسلطة والدولة. مين في وقت عبد الناصر كان يقدر يرفض الغناء للدولة؟ ما أظنش، حتى الناس بيقولوا، بعض الناس بيقولوا محمد فؤاد، هو مين ده مش دلوقتي حقيقي يا آدم محمد يقدر فؤاد يرفض الغناء للسلطة ولا للدولة؟ بالظبط. فاحنا ما نقدرش دايما نحاكم الفنان بحسب قربه للسلطه، ولكن في حاله منير، مش بقول انها حاله خاصه، بس هقول ان محمد منير بفضل ارتباطه بفتره من الفترات بناس ينتموا لما يسمى بالاغنيه البديله، اللي هي بتطرح كلمات او نوع من المزيكا والليركس مختلف عن السائد، ما هوش هاني شاكر، ما هوش ابناء عبد الحليم حافظ اللي ظهروا في الوقت ده زي هاني شاكر وعماد عبد الحليم، ما هوش علي الحجار اللي بيعتمد على محمد الحلو على استعراضه او قوه صوته وارتباطهم ببليغ حمدي، رغم ان منير غنى البليغ يعني، ولكن محمد منير كان بيعتمد على تجربه غنائيه فيها عنصر زي احمد منيب وعبد الرحيم منصور وفؤاد حداد ومجدي نجيب، وبعد كده كوثر مصطفى واحمد فؤاد نجمه، فكل هؤلاء كانوا بيكتبوا اغاني كانت بتتحدث عن خارج السياق التقليدي من الاغاني اللي بتتكلم عن الحب والهجر والمحبوب والحبيبه وبحبها وسابتني واللوعه والفراق، كانت كلها بتتكلم عن الرزق على الله قول للغريب وقلب الوطن مجروح داح يا بداح يا براح عمال بيضيق. سمعنا اغاني، سمعنا حتى يا بنتي يا ام المرجله لصلاح جاهين، سمعت اغاني كتير قوي لمحمد منير خلت محمد منير ربط له جمهور يرفض الاغاني التقليديه ويرفض اغاني المناسبات. كمان محمد منير لم يكن يظهر في اوبريتات اكتوبر ولا شفناه في حفله اخترناه، ربما في اواخر عهد مبارك ظهر مره واحده في احد احتفالات القوات الجويه وغنى اغنيه على استحياء للوطن. جمهور منير اصم اذنيه عن الاثنين دول وفضل يحتفظ في ذاكرته محمد منير اللي غنى لحدوته مصريه يا ناس يا مكبوته هي دي الحدوته، غنى طول العمر العسكر عسكر بس الناس كانت ناس لكلمات كوثر مصطفى، غنى لناس كتير قوي فحطه في ذهنهم. فلما قامت الثوره بتاعت يناير 2011 كان الناس باصه لمنير الى انه هيبقى مغني الثوره، بالفعل الناس كانت بتغني اغانيه في الميادين واماكن الاحتجاجات، فوجئوا بان محمد منير مش معاهم على نفس الخط، بل بعمل اعلان للبورصه المصريه، ثم فوجئوا بعلاقاته بدوائر السلطه، ثم فوجئوا وفوجئوا وفوجئوا وبدات الشكل الصوره تنهار في اعين محبي منير من الرومانتيكيين اللي كانوا يروا في منير صوت مختلف مغاير صوت الأغنية وصلت السائدة، الصورة يا آدم. تناسب بنشكرك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من القاهرة الصحفي آدم ياسين المتخصص بالشأن الثقافي والفني، شرفتنا يا آدم.